القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. سنقوم بتجزئة هذا الدرس إلى محورين رئيسيين: جذور القضية الفلسطينية ومراحلها إلى حدود سنة 1948، مراحل الصراع العربي الإسرائيلي منذ سنة 1948 إلى الآن. أولا، ظهور الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية هي حركة سياسية ظهرت في أوروبا أواخر القرن 19، وقد سعت إلى إنشاء دولة يهودية بأرض فلسطين، ولتحقيق هدفها أنشأت المنظمة الصهيونية العالمية إثر مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897، وقد رأس تيودور هيرتزل، وتعمل على تشجيع الهجرة اليهودية نحو فلسطين. رحبت بريطانيا بالأطماع الصهيونية وقدمت لهم وعدا بتكوين دولتهم، وهو ما عرف بوعد بلفور سنة 1917، كما وضعت عصبة الأمم فلسطين تحت الانتداب البريطاني سنة 1922، فعملت على مساعدة اليهود لإنشاء وطن لهم بفلسطين. الآن سنتعرف على السياسة البريطانية والصهيونية في فلسطين بين الحربين. بالنسبة للسياسة البريطانية، سهلت إدارة الانتداب البريطاني الهجرة لأكبر عدد من اليهود إلى فلسطين، كما سهلت امتلاك اليهود للأراضي، وسمحت للوكالة اليهودية بتمثيل اليهود وإقامة المدارس والمستوطنات، وهو الذي أدى إلى ارتفاع نسبة اليهود من 6% سنة 1935 إلى 31% سنة 1945. الآن سننتقل إلى رد فعل المقاومة الفلسطينية. واجه الفلسطينيون الأطماع الصهيونية بوسائل متعددة، كتقديم عرائض الاحتجاج لسلطة الانتداب، وتنظيم إضراب عام، والقيام بانتفاضات وثورات، ولكن للأسف وجهت كلها بالقمع من طرف بريطانيا والعصابات الصهيونية كالهاغانا وشتيرن. مراحل الصراع العربي الإسرائيلي منذ سنة 1948 إلى الآن. أولا، تطور الصراع العربي الإسرائيلي. أدى الإعلان عن قيام إسرائيل سنة 1948، والذي سندته الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توسعها على حساب الدول المجاورة كمصر، سوريا، لبنان والأردن. بين مراحل الصراع العربي الإسرائيلي نجد أولا حرب النكبة أو حرب 1948، والتي انتهت بسيطرة إسرائيل على 78% من الأراضي الفلسطينية. العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، والذي شاركت فيه كل من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، وقد انتهى بتدخل الاتحاد السوفيتي. حرب الستة أيام سنة 1967 أو حرب النكسة انتهت باحتلال ما تبقى من فلسطين وصحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية. حرب أكتوبر سنة 1973 خاضت القوات العربية لاسترجاع المناطق المحتلة. دخلت بعدها إسرائيل في مفاوضات معها، وانتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978. أما بالنسبة لآخر مراحل الصراع العربي الإسرائيلي، شياح لبنان سنة 1982، وكذلك في سنة 2006. تطورات القضية الفلسطينية. أنشأ الفلسطينيون منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 ميلادية، والتي أصبحت الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وقد ترأسها ياسر عرفات. وستدخل القضية الفلسطينية مرحلة المفاوضات السلام مع بداية التسعينات، كتوقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993 واتفاقية أوسلو الثانية سنة 1995، والتي حضرها كل من الرئيس ياسر عرفات، بيل كلينتون وإسحاق رابين. اندلعت الانتفاضة كشكل من أشكال المقاومة الفلسطينية، وهي تتمثل في انتفاضة أطفال الحجارة لسنة 1987 وانتفاضة الأقصى سنة 2000. بالنسبة لآخر الأحداث، وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات سنة 2004 وتولي محمود عباس للسلطة، وثم الحصار على غزة منذ سنة 2008، وثم العدوان عليها سنة 2012 و2014.